السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير حبيباتي. اليوم جبت لكم دو غسات تاع دوغاد وفوغ وتاني ساردين حبة فوق حبة بالدرسة. نروحو نبدو بالساردين. اليوم درت فطور ساردين وحشة دوغاد. ألوغ ساردين نقيته بيان سور، قلحت له الشوك اللي في الوسط، حليته اون دو ورحت ندير الدرسه تاعه. درت الحار، فلفل حار، درت فلفل حلو، درت كمون، قزبر، ثوم، ملح، شويه خل، شويه زيت، ثوم بيان سور، ثوم حب، درت ثوم حب وثوم بودغ. درت 5 سنينات تاع ثوم. نخلطوهم انصامبل. زدت المعدنوس، وزدت القزبر والمعدنوس، القزبر بودغ والقزبر حشيش. ونبدأ نزيد في الماء حتى اللي تولينا شوية نجمو نخدمو بها جوغ شوية ليكيد، ماشي ليكيد مي شوية جارية. ونبدو نديرو في الساردين تاعنا ونبلعوها بالحبة الزوجة، تولينا جوغ اون كول فوالا، وتجي بزاف 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 بنينة. اليوم درتها جوست مقلية ودرت لاصوص طوماط اكوتي، مي دابيتود نديرها في لاصوص طوماط، ندير لاصوص طوماط ونستف فيها الساردين. نكملو قاع الكمية اللي عندنا تاع الساردين، نديروها قاع حبة فوق حبة. نديرو الزيت تحمى بيان سور افون، ونديرو الساردين تاعنا في لافارين. في لافارين نزيدو نديرو غير شويه ملح باش تجينا بنينه ونقلوها. الي فريمون فاسيل وبنينه وصحيه، راكم عارفين الحوت ما كاش كيما الحوت، شورتو ساردين فيها بزاف بزاف لي فيتامين. Thank you.
ونديرو لا صوص طوماط اكوتي اللي يبغيها بيان سور، اللي ما يبغيش ما كان لا يدير. انا ديجا عندي لا صوص طوماط واجده، راهي كاينه الوصفه تاع لا صوص طوماط اللي نخدمها لي تشد لي اموا في الفريجيدير، راهي عندي في لي فيديو اللي مقبل، تصيبوها في لي فيديو اللي مقبل. زدت معاها صوص طوماط ليكيد تاع جامبو باش تولي لي كونسونطري بلوس، سي تو فوالا. خليها تطيب شويه، زدت معاها شويه ملح باسكو لا صوص طوماط اللي نديرها ما يجيش فيها الملح، زدت فيها شويه ملح وزدت فيها التوم بودغ. هذا ما كان، درت غير شويه ملح وشويه توم بودغ باش تجيني شويه نبغي لو غو تاع التوم. نبلعو عليها ونخليها طيب. فوالا ابخي لي طابنا السردين يجي ما شاء الله، يجي بزاف بنين، وقلت لكم صحي للصغار والكبار. ودرت لاصوص طوماط اكوتي، واللي يبغي قلت لكم يدير لاصوص طوماط ويدير يستف فيها هذا السردين من الفوق. فوالا هذا السردين نورمال في الفرينه حبه كومبلي. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، كاين اللي يعرفها وكاين اللي ما يعرفهاش، انا غير بغيت ندير معاكم هذا الفطور تاعي، ان شاء الله تعجبكم اللي ما يعرفهاش وتسيوها باسكو لي فريمون بون. ونروحوا نشوفوا واش درت العشاء. ونروحو نديرو الدرسه اللي نديروها فيه. درت سبيسيال بواسون، عندي دو سورت تاع سبيسيال بواسون، عندي هذا درت اون كويير منه وعندي هذا درت لي دو، درت دو كويير من هذاك وان كويير من هذا. الكمون درت زوج مغارف، سا ديبون لا كونتيتي تاع الحوت اللي عندكم. الكركم، توم، فلفل حار، راكم عارفين الحوت يبغي الفلفل الحار، والقصبر بودغ. هذا الثوم، هذاك البصل باردون بودغ، ودرت الكراف، درت باردون، درت القصبر ودرت المعدنوس والثوم، درت 5 سنين تاع الثوم. وزدت درت الحرور، فلفل حار، فلفل اسود باردون، والليم، اللي يبغي يدير الخل يدير الخل،
درت الليم، الماء والزيت بيان سور. لي بغي يدير زيت زيتون تاني، لويل دوليف تاني لي بيان، لي يبغي لو غو تاعها. وتجيب بزاف بنينه، انا في الدار لا غالب ما يبغوش. فوالا هذه هي الدرسه تاعنا، نخلطوها حتى لي نحكمو تيكستور شابه. هذه هي لا تيكستور لي نسحقوها. درك واش نديرو؟ نديروها في كاع البواسون تاعنا، نديروها في هذوك الحلات اللي درناهم، ندخلوها بيان، نديروها من الداخل تاني في لي كوتي ومن الداخل. نروحوا للسنيوه اللي راح نديروا فيها، نديروا فيها شويه زيت. درت البطاطا غونديل، درت لا طوماط غونديل، ودرت البصل. راكم عارفين البصل يطلق هذاك الماء ويطلق البنه، و بليس دو سا صحي بزاف. فوالا الحوت تاعنا، درت فيه الليم. في هذوك الحلات اللي درتهم ستفت الليم الداخل، ستفته كاع من الداخل هذاك الليم. فوالا شوفوا كيفاش اللي ماشي محلوله مليح، راني نزيد نحلها وندير ربع حبه ليم في كل حله. فوالا على هذا الشكل، شوفوا كيفاش يجي ديجا، يجي شباب مزوق، وزيد اون بليس دو سا يطلق تاني الليم هذيك البنه في الحوت، في الحمل تاع الحوت. نستفوه في السنيوه تاعنا بيان سور، نستفوه كاع من الفوق، ونزيدو نديرو البصل من الفوق باش يزيد البصل. نديرو هادي ديجا الدرسه اللي بقات لنا، نزيدو نديروها كاع، ما نقيسوهاش بيان سور. ميم اللي بقات لنا في هذاك المهراز اللي خدمت فيه تاني نديروها، نديرو شويه ما ونديروها من الفوق، ونزيد ندير البصل فوقها.
ولا صوص طوماط، ودرت 2 كويير دو صوص طوم دو باردون طوماط كونسونطري في شويه بان، ودرتها في السنيوه من تحتها. اساي ما ديروهاش فوق البواسون باش تقعد هذيك الدرسه من الفوق باش تطلق البنه. هذه درتها في لي كوتي باش لا صوص اللي تجينا من تحتها تجينا فيها غو شباب. سيتو درت الملح، درته كاع من الفوق، خليته مع التالي الملح درته من الفوق، ودرت البابي الومنيوم. اللي عندها بابي كويسون دو بريفيرونس بابي كويسون توجور، نقول لكم ايفيتي بابي الومنيوم لا غالب، رانا في الحجر الصحي دي فوا ما نصيبوش. درت البابي الومنيوم مي سينو ما كاش كيما بابي كويسون. ابخي لي طاب، هذه هي النتيجه تاعه. شوفوا كيفاش جا، جا ما شاء الله. لو غو ما نقول لكمش، جا تري تري بون. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، وإلى عجبتكم ما تنسوش ديروا جيم وديروا ابوني، والى فيديو اخر ان شاء الله. الى اللقاء.